يعد مقترح إلغاء الرسم على القيمة المضافة في تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير في مشروع قانون المالية 2022 يعد واحداً من بين المقترحات التي من شأنها تخفيف حدة تراجع القدرة الشرائية في الجزائر. تذكيراً تاع الطائرة اليوم راه يكلف مثلاً سكان ولاية الجنوب مثلاً بالشهر ب7600 دينار جزائري. احنا نأكدوا على هذا رفع الرسم هذا باش على الاقل نخفوا شويه العبء على التذكره نتاع الطائره، ومنها نزيدوا نشجعوا هذه المؤسسه نتاعنا اللي هي كانت في حقها في مرحله يعني نوعا ما نتاع تذمر يعني في ونقص الموارد الماليه تاعها، ونشجعوا حتى السياحه دوك السياحه في الحقه السياحه الداخليه ولا الخارجيه. القرار يرتقب أن يساهم في خفض سعر التذاكر نحو الولايات الجنوبية بنحو 20% من سعرها الحالي، فكيف سيؤثر هذا على ساكنة الجنوب وعلى قطاع السياحة الجنوبية؟ التأثير راح يكون إيجابي بصورة مباشرة على الساكنة في الجنوب أو السواح في الجنوب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بمعنى أن الشخص الذي يستهلك بصفة مباشرة هذه الخدمة أي خدمة النقد، بينما المؤسسات الأخرى، المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية، هي المؤسسة العمومية التي تدفع تذكرة النقد، فلن يكون هناك أثر يعني مباشر أو غير مباشر، رح يكون هناك أثر حيادي، لأن هذه المؤسسة خاضعة لنظام الجبائي الحقيقي، وبمعنى أنها سوف تسترجع هذه الرسوم إما عن طريق الميكانيزم آلية التيفية أو تسترجع التيفية عن طريق ما يسمى بالضريبة على أرباح الشركات. يعتبر الكثيرون مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمثابة بداية رسمية لرفع الدعم تدريجيا وتوجيهه لمستحقيه وأهله مباشرة، فهل ستنجح حكومة أيمن عبد الرحمن في تحقيق ذلك؟